الناس عايزه تطمن عليك الاول حاجه، والناس كلها عايزه تطمن عليك، وجمهور النادي الاهلي يمكن كان ليه نداء عليك قبل ما تطلع من مدرب الملعب طبعا، لكن عايزين نطمن عليك. قول لي انت عملت ايه بس، وايه الاصابه حصل ايه بالظبط؟ والله بص انا مش فاكر حاجه، يعني انا مش فاكر الا بس اتخبطت واحده في بقي وخلاص، ده اللي انا فاكره. بس الحمد لله، يعني الحمد لله على كل حاجه. لما اللي حوالي كابتن خالد العوضي، كابتن عاصم، الجمهور ده بيديك اصرار كبير ان شاء الله ان انت البطوله تكون من نصيبنا. وعايز اكلمك على الفوز النهارده يا كابتن عمر برضه. الحمد لله، انا ما اعرفش والله احنا فوزنا ولا، بس الحمد لله، اللهم لك الحمد، باذن الله ربنا يكرم ونكمل ان شاء الله، والبطوله بتاعتنا بعون الله. كل اللعيبه اللي جات لك وكل الناس اللي حاضره معاك وجمهور النادي الاهلي تقول لهم ايه؟ بشكرهم جدا طبعا، بشكرهم جدا، مش عارف بصراحه اقول لهم ايه. الحمد لله، ربنا يخليك. تسلم.